لا فريمون كان اكزومبلير، معناتها كان جمهور رائع، كان جمهور من ذهب، كان جمهور اظهر الجمهور الرياضي، لان في بعض الحالات خوفنا من الجماهير الرياضيه الا تكون موجوده في الملاعب، لكن ظهرنا الجمهور الرياضي. حتى جمهور الترجي معناتها في مقابله الشامبيونز ليج كان رائع، جمهور الافريقي كان رائع، يعني شفنا كره قدم، يعني نعتبر كان كره قدم بدون جمهور تنقصها حاجه، تنقصها نكهه، تنقصها شويه لزيبيسك اللي يفوحوا صحات. فهمتي؟ بالنسبه للمقابله احنا كنا ننتظروا باش نلقاو مقابله صعيبه، مقابله مش سهله. شفنا اللاعبين نتاع المغرب الفاسي، لاعبين مميزين، لاعبين على مستوى، لكن كان الهدف نتاعنا الاسمى ما نقبلوش هدف، نحاولوا نسجلوا هدف، حتى كما ما سجلناش هدف وطلعنا 0-0 نجم نكونوا راضيين على المقابله، لان النادي الافريقي تحت الضغط اللي موجود فيه اللاعبين، وخاصة أكثرهم صغار وأكثرهم ما عندهمش خبرة وأول مرة يلعبوا معناتها في جمهور كبير برشا عشان دور نهائي، وفي رادس، وفما البعض منهم أول مرة يلعب في رادس. سبعة من جملة 11 فوزي لأول مرة يشاركوا في نهائيات إفريقية. 11 تقريبا اللاعبين الكل، فما بعض اللي يمكن أول مرة يلعب في رادس. ما لعبش حتى مقابله في رادس، وما لعبش امام 50,000 متفرج. كنا نجموا نكونوا خير، كنا نجموا بعد صافنا الحظ سجلنا هدف، نعرف مع اليكس اول هدف يمكن يسجله، يعني تقريبا عمره ما سجل هدف في حياته يمكن معلومه ما يعرفها حتى حد، لكن هذا اسعف الحظ لانه قدم اكثر سجل هدف. حاجه يمكن ما كنتش راضي عليها، كنا نجم نتحكموا اكثر في الكره، كنا نجموا نقدموا اكثر، كنا نجموا نسجلوا هدف، خاصه انهم خلاو ثغرات كبيره للتالي، لكن ما استغلناهمش وضيعنا عدد كرات معناتها اللي ما يلزمناش نضيعهم. نرجعوا الامور الفنيه سي فوزي، ممكن انت انا حكيتك سؤالي كان فني بالاساس، لكن بديتني بالجمهور، ممكن نحن حتى نحن حابين نبداو الحصه هذه بالجمهور، لانه علامه امتياز في مباراه كاس رابطه الابطال الافريقيه ولا في مباراه الكاف كان للجمهور بكل صراحه، لانه روح رياضيه كبيره برشا واجواء جميله في ملعب رادس. نبداو بالتقرير الاول، جماهير الافريقي قبل المباراه وايضا مع بدايه المقابله من خلال هذا التقرير. جذور اللي عندها برشا الكلوب على الفيناليت عندها برشا وفرحانين برشا احنا، يا رب يا رب شمت فينا الاعداء، يا رب شمت فينا الاعداء، هذو كل مولادي راهو. ما تخافش عليهم، ما تخافش عليهم اليوم ماتش كيف هكا. ما تخافش عليهم ماتش كيف هكا. ما تخافش عليهم، علاش تخاف عليهم؟ الفريق فريق الشعب كما قال بشيخ. 3-0 3-0 ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله لينا سنين، ان شاء الله مربوحه. ان شاء الله مربوحه. من قابس جينا من قابس، جايين من قابس على خاطر الافريقي. وحتى كذا عملنا ريزلتا لا قدر الله مش باهي نيل ولا حاجه، مازال عندنا الريتور غادي باذن الله الافريقي في دور مجموعات، عدتهم لربح البر اكثر من الداخل، وان شاء الله مربوحه، سي يا دوله. ربي مولانا كبير غير انت حط في بالك، والدنيا رايفين ياو كيما بكيتك تزالك، سي ياو سي يا دالي، تاريخ كاين ديما لين نموت ما عم بالي. ولي
اكيد ساعه ما يقلقش فنان انه يلبس هكا ويظهر اللي هو يحب مثلا الكلوب ولا الاسبيرونس. هذاك باين اللي انا صريح معناها ما عنديش حكايه معناها نخبيها. فما برشا يقول لك لا انا راني ما نحبش ولا نحب ليكيب ناسيونال ولا نحب لا ما عنديش لا انا خويا راني واضح. حبوني انا واضح راني نحب الكلوب. اعطينا اغنيه على الكلوب اليوم. اكثر من كل يوم حبك يزيد شنو تحب نغني؟ كل يوم حبك يزيد عامل وسط القلب عيد. فوزي جو كبير في رادس البارح. والله جو كبير معناتها ونهني الجمهور معناتها يعني بالحضور المتواجد الروح الرياضيه الكبيره اللي كان موجود عليها الجمهور وتشجيعه المفرط وتشجيعه اللي ما انقطعش يعني من بدايه المقابله حتى نهايتها خاصه في بعض الفترات الحرجه كان الجمهور عنصر هام جدا. نعم. في مسانده الفريق نتاعو فنقول الجمهور من ذهب ونقول لهم بارك الله فيكم يعطيكم الصحه وان شاء الله نوصلوا هكا. بالنسبه للجمهور خالد انت كنت ملاعب اكيد ودربت الحضور الجماهيري هام جدا في مسانده الفريق في مثل هذه المقابلات يكون فيها الرهان كبير. لا معقول نرجع للجمهور اما يلزم قبل ما نرجع للجمهور نشوف الانجاز نتاع النادي الافريقي والانجاز معناها نتاع الفريق التونسي الفريق الوطني فريق الترجي الرياضي التونسي والنادي الافريقي. راهو الوصول للنهائي هو ديجا معناها تتويج معناها ممتاز وهذا معناها فضل كبير للمسؤولين ومدرب النادي الافريقي واللاعبين تاع النادي الافريقي معناها الانجاز هذا ان شاء الله يزيدوا ويحسنوه في المقابله الاياب. باش نرجع لجمهور النادي الافريقي معناها جمهور كبير ساند فريقه كما يجب واللي زاد المره هذه هو الاهميه نتاعو كونه بعد الثوره صارت لنا معناها العام اللي فات مشاكل في الميادين كنا ديما مقابله الترجي ومقابله النادي الافريقي في الفيناليات يا ربي تستر ان شاء الله ما يصيرناش مشاكل الحمد لله يا ربي. مقابله الترجي الرياضي التونسي كان فيه الجمهور ممتاز مقابله النادي الافريقي كان فيها ممتاز جدا وهذا يشرفنا معناها يلزم ساعات نخرج من الحزازيات يشرفنا اللي احنا توانسه عندنا جمهور معناها ممتاز وجمهور يشرف التونسي وما عادش نمشيو للاستادات ولا نتفرجوا بدا قلوبنا خايفين واحد هبط واحد تغشش لازمنا نكونوا ناس متحضرين وهذايا وهذا هو اللي صار متحضرين خاطر احنا دائما ناخذوا امثله ديما بالغربيين كي عملوا انجاز لا سيدي انا جمهور الترجي وجمهور الافريقي قدموا انجاز لازم نقول اللي بارك الله فيهم وان شاء الله معناها يكونوا اكزومبل معناها وامثله لهذا. النقطه الثالثه اللي حبيت نجبدها هي النتيجه نعتقد اللي نتيجه طيب مع نحكي على المنافسه نتيجه طيبه محترمه جدا ونرجعوا لها خالد الحدود مازال معناها دقيقه معناها الحدود مازالت وافره جدا وان شاء الله معناها الجاي خير ان شاء الله. ان شاء الله بطبيعه باش نحكيوا على الامور الفنيه باش نفسح لك بعد المجال خالد من خلال الصوره الخاصه بهذه المقابله. حكينا عن جمهور الافريقي اللي كان باعداد غفيره جمهور المغرب الفاسي الماس كما يحلو للاشقاء المغاربه تسميته كان حاضر صحيح باعداد قليله لكن كان حضوره مميز كالعادة كاميرا البرنامج كانت في متابعة خاصة لجماهير الماس. مشرق الأنوار دون تمس دادي وحما دون منتدى وحما عيش في الأوطان للعنى عنوان ليك كل جمال ليك كل لسان بالروح بالجسد هب فتاك لب نداك في دمي وفي دمي هواك ترى نور ونار 2-0 pour le mas 3-0 pour le mas. <C'est trop. rire>
سعيا مرشد الدنيا أننا نحيا بشعار الله الوطن الملك. جينا طبعا من المغرب باش نشجعوا الفريق ديالنا المحبوب فريق المغرب الفاسي. ممتاز ممتاز ممتاز. جيتوا من المغرب؟ انا ساكنه في تونس، انا مغربيه. انا خالت طوسي رشيد. حاجه عطينا زغروت مغربيه. سلام على رسول الله شاهد جسيدنا محمد، اللهم عاش جان علي. وديما مصاوي وديما مصاوي وديما مصاوي. اول مره دخلنا للتيران وجينا من المغرب حتى لتونس، بغينا ان شاء الله النهار نمشيو فرحين، وليداتنا حتى هما يمشيو فرحين وديكسوا العائله وان شاء الله يربحوا. مرحبا بكل الشقاء المغربيين بتبيعة في تونس. والحادث اللي كان صار في مباراة الترجي والوداد هو حادث عارض لأنه ما أثرش على العلاقات بين تونس والمغرب. ديما الدربية المغربية التونسية عندها نكهة وطبع خاص. نمشي الآن نرجع إلى الملعب، نقعد باقي في أجواء مباراة الإفريقي الماس اللي رناه البارح صورة جميلة برشا. كل المكونات المجتمع المدني كانوا حاضرين في ملعب رادس، تقرير بكل روح سياسية لأنه حتى رجال السياسة كانوا حاضرين البارح بأعداد غفيرة وغفيرة جدا في ملعب رادس، صحيح لمساندة الإفريقي لكن لمساندة تونس بالأساس. فرجوا في الربرتاج. دبلوماسيه شنو هي جمعيتك يعني في تونس؟ غير دبلوماسيه ماشي تخبى حد شيء. كل حال انا توا ضيف الكلوب افريكا، فانا توا مع الكلوب افريكا. انا كلوبيست، الجمعه اللي فاتت جيت نشجع الاسبيرانس خاطر هكا هو يلزمنا نمشيو لليابان، وحتى انا بالنسبه لي انا معناها القطاع السياحي يساعدني باش نكونوا موجودين غادي في اليابان. اما كلوبيست انا. هي جمعية النادي الافريقي بالطبع خاطر عبت معها 4 سنين، ما نجمش ننسى الاربع سنين ممتازين عديتهم في النادي الافريقي، لكن معناتها انا قبلت كل شيء، تونس تتعدى قبل الناس كل، وبالطبع من بعد اللي يربح صح عليه. ولي بن عروس كلوبيست ولا اسبيرونتيست؟ اسبيرونتيست. نحب الترجي ونحب اليوم عندما يلعب فريق تونسي مع اي فريق اخر يعني بالطبع نكون بجانب الفريق التونسي طالما وان اللعبه باهيه. يعني لعبت في حلق الوادي الكرم، دونك نحب حلق الوادي الكرم، كنت نحب حلق الوادي الكرم. من بعد كيبدا يلعب فريق تونسي مهما كان فريق تونسي مع فريق شقيق، تنجم تقول المغربي، نشجع فريق تونسي. الجمعه اللي فاتت شجعت الترجي واليوم نشجع نادي الافريقي. الفترة الأخيرة ما حضرتش برشا، ما قبل نحب ياسر الكرة والفولي زادة، كنت نلعب فولي خاصة بالحق في فرنسا، كنت نحضر أكثر في فرنسا من هوني. ما قبل نفكر آخر مرة دخلت الاستاد في تونس كي تونس ترشحت 4-1 ضد مصر للكوب دي موند 78. هذا الشعب التونسي بتمامه وكماله، في نفس الوقت شفت مستوى راقي من الروح المدنية والحضارية، يعني التوانسة موجودين فرحانين ديسيبليني دون تدخل كبير للأمن، كل شيء على أحسن ما يرام. جمهور الرياضي رجع للملاعب وهذا هو بيدو مؤشر على الأمن والاستقرار اللي يعني تحصلت عليه تونس، وهذا مكسب مش بالنسبة للرياضيين فقط بل بالنسبة للشعب التونسي ككل. لا أنا كنت نفهم الكورة قبل ما نولي وزير، قعدت فيها الكورة.
تحية بتبيع لكل الحضور البارح في ملعب رادس. صورة جميلة برشا كما قلت منذ الانطلاقة مع التقديم لهذا التقرير، كل مكونات المجتمع المدني باختلاف انتماءاتهم، باختلاف الألوان نتاعهم، باختلاف أيضا مناصبهم والمكانة الاجتماعية نتاعهم، كانوا حاضرين البارح في مساندة للأحمر والأبيض مش للإفريقي وإنما للعلم التونسي. سي فوزي ريتك تتابع باهتمام شديد وشديد جدا لهذا التقرير، يعني صورة جميلة بكل صراحة. صورة نحييها جميلة ياسر، يعني نشوف جميع الأطياف السياسية تكون موجودة وتكون متحابة ومتكافلة ويخدموا مصلحة تونس قبل كل صراحة قبل المناصب. أهم شيء بالنسبة لي كل إنسان يجب يخدم مصلحة تونس قبل ما يخمم في المناصب ولا يخمم في شعبية ولا يخمم على الحزب نتاعه، هذا معناتها حاجة إيجابية وحاجة باهية وحاجة تفرح. نعم، حكيت على الصراحة في كل تدخل سي فوزي تقول ديما كلمة بكل صراحة بكل صراحة، حابك تكون صريح. صريح. بعد 24 ساعة راضي على الفريق البارح؟ راضي على الفريق، راضي على الفريقي، على مردود الإفريقي؟ لا راضي على النتيجة. لكن يعني النتيجة كانت نجم تكون أحسن. لا لا نجم تكون أحلى، لكن معناتها كل مقابلة بالظروف نتاعها، كل مقابلة وكيفاش معناتها باش نقولها لك، المقابلات اللي لعبناهم في تونس لهذا الإفريقي ما فماش مقابلة لعبناها على أحسن ما يراه، ويمكن أحسن ما يراه، وفي أغلب الحالات ما كنتش راضي 100%، لكن ديما راضي على النتيجة، راضي على الأداء، لأن فما أشياء إيجابية يلزم الواحد ما ينساهمش، فما العطاء، فما البذل، فما المجهود، فما الناحية الدفاعية، وقت ما نتكلم على الدفاع راني نتكلم على الفريق كامل كيفاش يدافع. هذوما الحاجات الإيجابية، حاجات اللي ما تنجم ما تقبلش فيهم أهداف، فما ياسر روح قتالية، فما عدة أشياء إيجابية، فما البعض أشياء اللي مازال تصلح نظرا الفريق مازال متكون من الجديد راهو، وضغوط المباريات نفس الشيء، إذا حاجة يمكن مش هذه هو التمريرات الغالطة تفكونا برشا كور مش معقولة. فهمتي؟ هذا من الحاجات اللي ما كنتش نعرض عليها، والحاجات يمكن اللي دربنا عليها كان عملناها من عده مرات، كنا نجم نسجلوا عدد اهداف، خاصه الفريق المغربي يلعب دفاع متقدم وماشي بطريقه صحيحه، فهمتي؟ كان خدمنا شويه دياجونال وسيبنا الكره في الوقت، كنا نجم نحصلوا اكثر فرص من اللي حصلناها في الوقت هذاك. عملناها مره ولا اثنين ما كانتش كافيه، لكن فما حاجات الا تبشر بخير، فما حاجات اللي لازمها تتصلح، واحنا موجودين هنا لان باش نقولوا نادي الافريقي كما دخلنا راه ما كناش ناويين، لان ناويين باش نوصل الدور النهائي، لان اللي باش يحب يوصل لكاس افريقي يوصل للدور النهائي الفريق لازم يتحضر على موسمين على ثلاثه مواسم، ما يتحضرش معناتها في ظرف قصير هكا صايب للعديد والعديد اللاعبين، فما لاعبين الا من حقهم باش خرجوا كمحترفين، فما لاعبين معناتها اللي ما كانوش في مستوى النادي الافريقي خرجوا، والحاجه الثانيه فما غلطه نتاع الكاف وسي ماهوش معقول معناتها نجموا نبدلوا الا خمسه لاعبين، هذه ديما نديت بها وباش نعود بها، يعني احنا محترفين فما لاعبين تمشي، فما لاعبين وفاوا العقود نتاعهم، فما لاعبين جدد، فما مدرب جديد، فما رئيس جديد، فانت لكن فما اهداف سي فوزي مرسومه، لكن انا عندي اهداف مرسومه سي فوزي، عندي مشينا لسيت لبيجاع والماتش احنا مشينا ب 14 لاعب ومنهم ثلاثه لاعبين شاكر رقاعي ونافع جبالي وبن ايوب دربوا معايا يومين او ثلاثه ايام ومشاو لعبوا اساسيين، فهمت؟ لان التركيبه والمجموعه ما كانش موجوده بخلاف فما اصابات وفما الانذارات اللي على اثر قلبت، فانا لازم اصلاح القوانين نتاع الكاف، لان يعني احنا موسم ومروا موسم اخر ضروري باش مع يعني الكاف تسمح لاي فريق بالشركة اللي يحب هو، معناتها هذا ينتمي للنادي الافريقي ولا اي فريق ثاني، فمن حقه باش يحط لاعبين، علاش نسجلوا خمسه برك؟ مش معقوله، فخليتنا في عدد نقص، انت تشوف ديما البنك عندي لتوا ما عنديش سبعه لاعبين على البنك، ديما خمسه اربعه هذاك الموجود. محدودية الرصيد البشري. محدودية الرصيد البشري، نقول مش غلطة النادي الافريقي، أنا حسب رأيي غلطة الكاف، لازمها القوانين الكل تبدل في الليبرجمون في الوقت بتاع المباريات، لأن يعني مش معقول نبداو الكان جويي، احنا نوفاو في جوا، كيفاش ما نرتاحوش، ما نعملوش بريباراسيون، وتلقى اللاعبين ماهمش في فورمة، علاش ماهمش في فورمة؟ ما عندهمش تحضيرات. علاش تحبهم في فورمة؟ من طبق البيت النار، كمل من هنا، مشي من هنا، علاش تحبهم يكونوا نجم؟ فما لاعبين أنا ما نلقاوش، لأن التحضيرات البدنية نتاع اللاعب راهي أهم شيء في كرة القدم باش نجم يكون موسم على أحسن من راه. احنا في تونس
نكملوا في جوا وبعدها ندخلوا على طول البطوله الافريقيه. البطوله الافريقيه لازم لاعبي من حقه باش ياخذ راحه. مش معقول معناتها ما ياخذش حتى اسبوع راحه. كيفاش تحبوا اللاعب هذا لا حتى في ما نعرفش حقوق الانسان ولا تمشي منظمات الشغل فمطالبين ينجم يشكيوا بنا يقول لك انا اخويا من حقي كلاعب محترف عندي حق في شهر راحه عندي حق في 20 يوم راحه هذا مش معقول فهمتني فعديد النقاط السلبيه اللي موجودين في الكاف والكاف يلزمها تغير اسلوبها نتاع التعامل خاصه مع دول المغرب العربي الكبير ولان احنا افريقيا نوع السوداء والمغرب العربي كبير نوع ضروري نتحلوا نعم. نجم نحط نكلمك على حاجه اخرين مازال عندنا وقت سي فوزي تحدثت على برشا حاجات خاطر توحشناك عن مديد عليك سي فوزي وجايتك عزيزه ربي يعزك عليك سي خالد دوري عندك تعليق على الكلام مش عندي تعليق مهم بشكل سي فوزي والامور معناها نتاع الكاف هذاك هو عايشهم ينجم يعيشهم وعندما ما مش نحكي على المقابله اللي ريتو في المقابله بالنسبه للتحليل نتاع المقابله يعني عموما خلينا نقول لك اللي ريت فريق المغربي فريق ممتاز اللي فاجئني به كونه طلع من الدقائق الاولى طلع النادي الافريقي في مناطق النادي الافريقي وبكثافه عدديه معناها انا ريتو يمكن يطلع بثمانيه خلي كان المدافعين التالي نتاعو لي دوزاري سونترو من القدام الكل ويضغطوا على حامل الكره يتصرفوا في الكره كما يجب معناها وعندهم سرعه الحق في التمركز نتاعهم انا يظهر لي هذاك اللي فاجئ شويه النادي الافريقي اللي ما خلاش الملاعبين تاع النادي الافريقي يقوموا معناها بمقابله سورتو في معناها من الناحيه الفنيه لقوا صعوبات في التمرير على خاطر لقوا قدامه فريق معناها عنده امكانيات الحق ممتازه وتفاجات به انا معناها فنيا وحتى بدنيا لقيته معناها جاهز حتى وقت اللي لعب ب10 معناها قعد لعب ب10 ولعب بمقابله في وسط الاسبوع قعد يتعبنا دونك معناها ليش حبيت نقول هذا حبيت نقول لعبنا معناها حبيت نقول الجمهور الرياضي التونسي والجمهور الافريقي النادي الافريقي لعب ضد فريق محترم ويستاهل اللي يلعب بالدور النهائي تنظيمه محكم فوق الميدان عنده أفكار في الكرة معناها يخدم معناها كرة قصيرة وممتازة الحمد لله ما كانش معناها مخطر في العشرين في 18 متر لكن هذا معناها ما ينقص شيء من النادي الإفريقي اللي هو كيف كما باش ندعم انا توا كلام سي فوزي من الناحيه هذيا النادي الافريقي ظهر بفريق معناها صغير خاطر لهنا ساعات الناس ما تردش بالها كي نقولوا صغير ينجم يكون راهو في العمر صغير ما عنده التجربه اللي تلقاه لاعب ثلاثة ولا اربع سنين فما لاعب صغير معناها في العمر ريال موت كيما صغير في العمر وصغير حتى في التجربه فوالا الفريق نتاع النادي الافريقي عنده معناها مقسم يكون على ثلاثه ولا اربعه معناها كاتيجوري فما اللي نعرف انا بلال والاكسيس وذويت توهم اللي عندهم تقريب قارين عندهم اربع سنين المويه بيزيدهم المسعدي الرصايسي فما رصايسي والذوادي مرصاسي والمسعدي مره يلعبوا مره المويهبي ماهوش في فورما مش في فورما سامحني في الكلمه يوسف يعني مسكين ما كانش في فورما نتاعو البارح معناها دي بيبان فيزيك الاعوام الاخرى معناها مشكل الظهير الايسر جديد الوليد الزيادي معناها جديد دونك كيب معناها هيتيروجين شويه فهمتي سي فوزي ما قصرش معناها وياخذ خاطره وعمل العمل الجبار باش وصلها معناها في 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 الدور النهائي وهذا الكل معناه ما يزيد نعم. كان يكبر النادي الافريقي وان شاء الله معناه المقابله نتاع الاياب تكون احسن باش نفصلوا اكثر الامور خالد على المستوى الفني ان شاء الله لكن بعد الصور هيك نتفرجوا في المقابله نرجعوا للمقابله مع حموده بن سليم ياسين بورقيبه انيس صحباني عاطف ساسي مع التفكير بانه تواصل معنا عن طريق البريد الالكتروني dimanche-sport@tunisiatv.tr نمشيو مع التقرير الله يا مولانا الله الله يا الله مولانا الله يا مولانا حلي ما يخفاك يا الواحد ربي الله يا مولانا الله الله يا الله مولانا الله يا مولانا حلي ما يخفاك يا الواحد
جينا طبعا من المغرب باش نشجعوا الفريق ديالنا المحبوب فريق المغرب الفاسي. ممتاز ممتاز ممتاز. جيتوا من المغرب؟ انا ساكنه في تونس، انا مغربيه. سيدي محمد يشبع لينا يا بوعنانا خضرا. علاش سي فوزي ديما تختار تمشي وحدك يعني قبل الماتش في كرهبتك وحدك؟ عاده هذه نعرفوها على فوزي بزرتي، عاده ديما نمشي وحدي لخاطر نحب روحي مركز اكثر. كلوب يا دوله ان شاء الله فرحوكم يا اخويا، ان شاء الله فرحوكم، ان شاء الله مبروكين، ربي يفتح مبوزين برجولي اربعه يا زول. تكلم عليكم والله تكلم عليكم، يعطيكم الصحة. مربوحة يا عم فتحة ولا مربوحة؟ ثلاثة بليس. سي فوزي، كنت تتوقع انك تعيش اليوم التراجية هذه مع جمهور النادي الافريقي؟ انا اكثر حاجة نفكر فيها هو الجمهور، كيفاش تفرح الجماهير الكبيرة اللي قاعدة تساند الفريق بتاعهم. فأكبر حاجة اللي نخمم فيها يمكن ما نفكرش. يعني الأمور التكتيكية والأمور الفنية كل كلمة حصلت من الحاصل الحاصل. يقعد تركيزي وتفكيري كيفاش نفرحوا الجمهور هذا. أجواء كبيرة، أجواء مميزة في ثاني الدربي مغاربي في ظرف 8 أيام. النادي الإفريقي المغرب الفاسي في مواجهة أولى بين الفرق الاثنين في نهائي قاري يبقى فيه الهدف واحد، ضمان أوفر الحظوظ للإياب من أجل التتويج لأول مرة بكأس الاتحاد الإفريقي. أحسن سيناريو هو اللي ناخذوا نتيجة إيجابية، ما نقول لك النتيجة إيجابية هو أحسن شيء. الفيناليت أول حاجة زي تربحوا ما تلعبوش، وكان نجمع بين الزوز باهي برشا، ما توا يزم القلايب اللي عنده الجمهور والجو هذا كل ما عندنا علاش نخافوا. النادي الإفريقي بمجموعة شابة لاستعادة مجد فريقها على المستوى القاري. المغرب الفاسي للنجاح في أول مناسبة يدرك فيها النهائي إفريقيا. جو سوي اوبتيميست، عندنا جروب باهية، نتصور اللي باش ناخذوا لافونتاج بتاعنا إن شاء الله. السبع دقائق تمر على ضربة البداية، تماس من أسامة الحدادي لا شكر الرقاعي لا حمزة المسعدي يستغل اضطراب دفاع المغرب الفاسي. الكاميروني أليكسيس موندومو في الموعد ما يخلي حتى فرصة للحارس أنس الزنيتي للتصدي. هذا شوت في بلادك، يزمك تاخو بايك لو ماكسيموم، اي سيرتو ما نقبلوش هكا هو. فرصة ثانية للإفريقي، أليكسيس في التوزيع، شاكر رقعي ما يستغلش هفوة من الحارس زنيتي، هدف ثاني يضيع على الإفريقي. والإنذارات تتعدد. المغرب الفاسي يلعب الكل الكل بحثا على العودة في النتيجة. الإفريقي يتوخى الهجمات المعاكسة بوسط الزوادي والمسعد، يتحصل على المخالفة ينفذها الزوادي وكورتو ترجعها العارض. ثالث أبرز فرصة في شوط أول، سيطر عليه الاندفاع البدني بكيفية كبيرة. في 45 دقيقة الثانية المغرب الفاسي يبدي إصرار كبير على تعديل النتيجة.
دفاع الافريقي يمر بفتره حرجه. السبب المهاجم عبد الهادي حلحول اللي مثل اختار متواصل على ايمن بن ايوب. الافريقي يلعب على الزوادي مخالفه من سفراش الجزائري جمال العمودي ضد سمير الزكرومي. نفس اللاعب يعاود التدخل على المهاجم وانذار ثاني ساوى الاقصاء. كنت ضحيه الحكم وكنت اسف للتحكيم على لانه كان تحكيم ما نقولكش ما كانش في المستوى ولكن كانوا فيها في اخطاء اللي قاتله. نقص عددي ما استغلوش الافريقي والحظ ما كانش الى جانب وجدي المجردي معاوض المويه يتوغل يسدد اقوية وكورته اكثر من هذا المشرقي ما يلعبش اكثر من 16 دقيقه. الموسم تراش انا اصابه وجدي المشرقي وانا خذ الريسك نادي الفريق ولعبه بعد مصاب. هو يلزم ياخذ النادي الافريقي ريسك على خاطر ما عندوش عدد كافي من اللاعبين باش ينجموا يلعبوا، قدرة لا تلقاوه في الرتور، يعني مش إصابة حادة اللي تخلينا في الرتور إن شاء الله باش نحذروه. يعوضوا سيف الدين العكرمي. الممر المغربي رشيد التاوسي يلعب ورقة ديوب على أمل مغالطة دفاع منافس. الإفريقي يلعب بحذر كبير دون مجازفة، خاصة وأن وسط ميدانه ما كانش في نهاره. لينتصر في النهاية بفضل هدف أليكسيس وايضا بفضل الفورمه الكبيره اللي ظهر عليها المدافع بلال العيف. سي فوزي انتصار مهم ولا هم انه نادي الفريق ما قبلش هدف اليوم من نظر لقيمه الادفرسير اليوم. هذا نعرف ان الفريق الفازي ما عنده لاعبين ممتازين وعنده مهارات لعبنا بالامكانيات اللي عندنا ما قصروش الاولاد ما عدا سجلنا هدف كنا نجموا نسجلوا هدف ثاني مع كل اسف ما نجمناش نسجلوا هدف ثاني لان بالنسبه لنا اللي اتفقنا فيه من الاول خاصه ما يلزمناش نقبلوا هدف وهذا اللي صار. قعدت احسب فيهم بدقيقه اليوم وصلت 450 دقيقه ما قبلت حتى هدف. والله نحسب فيهم كونسنتري على الماتش نتاعي ما بون الحمد لله الحمد لله واحد ماذا بيا يطمح باش يعمل دي ريكور يعني يبقاو في التاريخ نتاع النادي ولا التاريخ نتاع عينينا ان شاء الله نوصلوا هكا ان شاء الله 540 وتهز التيتر. والله اهم شيء نهزوا التيتر بعث لي يعني لي ريكور اللي يجي مبروك. باقي الشوط الثاني في مدينه فاس بحضور الجمهور الكبير ديالنا. انا نفضل النادي الافريقي لانه فريق قوي فريق له دفاع متراس واكيد باننا سوف نخرج كل اوراقنا ان شاء الله باش نسجلوا اكثر من هدفين ان شاء الله. هذه هي المباراة مع تحياتنا للزملائين نضال مطوسي عصام الزيناوي ونضال بن حميدة. نرجع معك خالد قراءتك لهذه المباراة أكيد عندك برشا ملاحظات فيما يتعلق بالأداء الجماعي الفردي للأفريقي وأيضا نفس الشيء بالنسبة لفريق الماس خصوصا أنه حكيت أنت قبيلة شوية عن الجاهزية البدنية فريق كان واقف كما يلزم حاضر كما يلزم على امتداد 90 دقيقة رغم النقص العدي ورغم أنه أيضا لعب مباراة وسط الأسبوع في إطار كأس العجر المغربي ضد الوداد. لا فريق معناها ممتاز عنده معناها امكانيات طيبه لاعبين معناها فرديا وجماعيا يخدم مليح معناها وبدنيا كان ممتاز. النادي الافريقي كيف كيف معناها انا نعرف فوزي تقريبا كيفاش يخدم من الناحيه البدنيه والانضباط التكتيكي والتضامن نتاع الملاعبيه ونيفو معناها لا ريكوبيراسيون دو لا بال هذا كله معناها موجود في النادي الافريقي معناها قام معناها انا نقول لكم معناها من الناحيه الذهنيه ومن الناحيه معناها النفسيه معناها في وسط الميدان معناها ناضلوا اللاعبين الافريقي معناها كنقول لك ناضلوا خاطر اولا الصغر نتاعهم يخلي لهم معناها الفينال والضغط نتاع النتيجه معناها في تونس يخليهم معناها صعب عليهم وزادوا لقاو معناها سورتو الادفرسير ما خلاهمش يلعبوا ضيق عليهم ضيق عليهم وتو نشوفوا معناها كرات كيفاش معناها المنافس ضيق على النادي الافريقي المساحات اللي خلاهم كما قالوا معناها سي فوزي اللي ما استعملوش معناتها
كسوا لي دياغونال ولا لي باس نتاعهم رابيده، خاطر المنافس ساعات كي يضغط عليك وانت ماكش متحضر له يخليك معناها تولي تاخذ قراراتك متسرعه، واذا تاخذ قراراتك متسرعه معناها تولي تعطي معناها تمريرات خاطئه. ومن هذه النقطه ممكن الوحيده نشوفوا اللقطات اذا كان نشوفوا اللقطات مع اللقطات نعم. نحب نشوف معناها لهنا من لي كاليتي نتاع معناها امتيازات سي فوزي هما لي بلاريتي يستغل معناها لي بلاريتي الكل ركنيه تماس يستغل من البونتو نتاع الكسيس الاولاني سويت معناها على التماس وقت اللي تلعب التماس. شوفوا نحب نركز على الملاعبيه، شوفوا الملاعبيه نتاع الذوادي وبعد المسعدي، شوفوا شاكر الرقيعي ايش عمل، وقف الكره. انا ايش حبيت معناها وقف الكره وتلعب الروميز لهنا العباد ما يتصور ما فماش خدمه وراه هذا يسخالوا معناها الروميز تلعبت هكاك ليه؟ الذوادي عمل بلوكاج للادفيرسير، المسعدي عمل بلوكاج للادفيرسير نتاعو ودار ورجعي معناها استحفظ على الكره، خاطر راهو سي با فاسيل يلزم معناها خدمه، استحفظ على الكره ونيفو دو لا ريكوبيراسيون دو لا بال معناها ونيفو دو لا كونسيرفاسيون دو لا بال، استحفظ على الكره ما خلاش الكره معناها تريح منه. وبعد حضر المسعدي اللي هو دار الى بيفوتي حب يضربها، ما ضاعت له الكاليكسيس معناها موجود سجل الهدف. معناها ساعات اهداف تظهر لنا سهله لكن هي مجهودات جباره. انا عندي فكره على خاطر على فوزي يخدم الكوفرتور دو بال بالكدا نتاع اللاعبيه نتاعو وظاهرين بالبلوكاج معناها والملاعبيه معناها كي معناها كي معناها يزون بيفوتي معناها هو المسعدي لهنا. باش نرجع تو شو اسمه المغرب الفاسي كيف يضيق على كيفاش يلعب دونسيتي نتاع ملاعبيه. شوف كان تشوفوا الملاعبيه نتاع الفريق المغربي الكل في الزون نتاع في مناطق نادي الفريق، ما خليش الفريق يلعب حتى ولو الفريقي معناها خذا الكره ما قصروش الملاعبين النادي الفريقي واقفين مليح، لكن اللاعبين نتاع المغرب الفاسي قاعدين في مناطق النادي الافريقي. شوف لو نومبر نتاع اللاعبيه نتاع النادي الافريقي وشوف معناها العدد نتاع اللاعبين نتاع النادي الفاسي موجودين، النوايا نتاعهم ظاهر معناها يحبوا يقدمونا وهذا اللي يخلي معناها مشاكل في لهنا. نحب نحكي شويه لهنا اللي نقص التجربه لهنا، شكون اللي نجم في اوقات صعيبه هكا وقت اللي ما عادش تخرج بالكره لهنا. تفضل تفضل يا سيفون. سامحني ندخل. ايه تفضل تفضل. الصوره الاخرانيه كانت نجم تعاود نرجعوا لها توفيق. الصوره اللي كان يعلق عليها خالد، مشكل من المشاكل الاساسيه عندما تكون الكره تالي مفروض ثم ثلاثه لاعبين مغربيين وحدهم وشوف ثم ثلاثه لاعبين نتاع النادي الافريقي مازالوا الامام. المفروض يلزمهم هما وين تمشي كوره يلزمهم كومباكت يقربوا لبعضهم ويجي هنا مش هذه هاي هذه بقى عادي عادي شوي عادي شويه توفيق اذا كان نمشيو شويه. شفت هذوما ثلاثه المفروض معناتها ثم ثلاثه مازالوا موجودين الخلف. لا معقول المفروض معناتها يلزمهم يكونوا من امامهم فمازلت ليه في الضغط هذاك موضوع اخر فوزي معناها انا حبيت نحكي. شفتوا هذوما اثنين هذوما اثنين اللي حبيت نحكيه هو معناها الفلسفه نتاع الفيس معناها يضغطوا ما يخليوكش تلعب مرتاح. لهنا شو اللي يلزم؟ لهنا اذا كان الملاعبيه معناها مو مش مرتاحين لهنا اما مدافع يكون رزين والا وسط ميدان هذوما اللي نجموا يحلوا المشكله هذه باش ما يخليوش المنافس يتغلب على الفريق. معناها يقف المدافع يحل الملاعبيه نتاعو يقول لهم ريدو تخرج الكره يقول لهم ريدو ياخذ الكره ينظم يخلي خاطر مش في كل وقت ساعات كده نفس صعيب مش لازم نطلعوا له مازال الماتش طويل نخدموا معناها نخدموا الكره نتاعنا والا يهبط يوسف المويبي. انا كنت تمنيت كان يوسف المويبي ساعات يهبط شويه كي الضغط على الكسيس وعلى الزيادي يهبط يوسف يهبط اللوطه بالكدا وياخذ خاطر يوسف عنده امكانيات كبيره معناها فنيا ممتاز كان ينجم معناها يعاون برشا معناها النادي. من كلامك نفهم انه النادي الافريقي لازم يتحكم اكثر في وسط الميدان من كلامك يعني ضوء احمر سي فوزي طريقه لعب الفريق تقتضي ان الافريقي ممكن في مباراه العوده لازم يتحكم اكثر في وسط الميدان. ما فيش حتى مش خاطر سي فوزي تو احنا فاهمين. لا ما توافقناش. لا فسر لنا سي فوزي نحبوا نقاش نحن نقاش بطبيعه نقاش بناء. حبيت نقول لك اللي سيء احنا ولينا رادين بالنا منهم ولينا نعرفوهم بالكدا ولينا نعرفوهم كي تعرف واحد تولي معناها تحذر معناها التمارين نتاعك والخدمه نتاعك. سي فوزي يمكن ما يستعملش السيران يمكن يستعمل سلاح اخر خاطر كل مدرب عنده معناها فلسفته الخاصه عنده فكرته نجم يلقى لي لا نعرفوهم منيح خالد معناتها بكري كي قلت نعرفوهم منيح. شفنا ثلاثه مباريات لقصنا لهم كل حاجه مع تقريب معناتها حتى خاصيه كل لاعب عملناها اللي عندنا توا معناتها عندنا فيوليتور في الافريقي معناتها
يشوف المباريات ويحلل المباريات ويشوف المهارات نتاع كل لاعب وكل لاعب شنو دوره. ما يعني الفريق المنافس هذا الماس نعرفوه منيح وشافوه الملعبيه كل وشافوه كيفاش يلعب. بقى هما معناتها جاسفوا اكثر بعد ما احنا سجلنا هدف. والحاجه الثانيه اللي معناتها حسب التصريحات نتاعهم في المغرب ما مش عاطيين قيمه للنادي الافريقي الا بعد ما ترشح في الدور نصف النهائي. كيف فزنا على ترشحنا الدور النهائي ولا قالوا ممكن ولا عند فريق لابس بيه عند القيمه. خلينا ناخذ بالنسبه بالنسبة كما قلت لك من الأول راهو النادي الإفريقي أكثر مباريات لعبها خارج ميدانه كانوا أفضل من المباريات اللي لعبناها داخل ميدانه. كل كانوا أفضل المباريات هذوما كل سجلنا فيهم لأن غادي كي نلعبوا أكثر كومباكت ونحبوا عندنا من نقاط الضغط إلا نجبروا حتى المنافس يولي يلعب كرة طويلة. وإذا ولا يلعب كرة طويلة نجم نقولوا نطمئنوا على المنافس يعني خرج من طبعه وخرج من الاشياء الباهيه اللي كان يعمل فيهم. فهذه معناتها الايجابيات اللي عملناهم كل خاصه خارج ميداننا خاطر لازمنا نكونوا تريكوباكت وقراب لبعضنا ومناطق الضغط يلزمها تكون موجوده حتى نجروا منافس باش يولي يطور في الكرة. وهذا اللي صار في عديد من المباريات. وبطبيعه الحال باش نلقاو احنا فضاءات وبنشدوا اكثر كره وباش نلعبوا اكثر كره وبتسجلوا قدرة ربي نجموا نسجلوا اهداف. الفرق اللي في تونس ما يعني ممكن ياسر ما سجلناش هدف ما تلقاش المغرب الفاسي يلعب بالطريقه هذه. يعني شفناه في مقابلات اكثر يرجع تقريبا ب 10 متر ورا السونتر. ما كان سجلنا هدف في 8 دقائق الاولانيين بطبيعه الحال حب يعادل النتيجه. اضطرينا سي فوزي بالاول جايب الانتونسيون تاعو باش يقلق عارف اللي يمكن اللي مقابله معناها فينال ويقول لك كان نخسرها ومعناها حب جنسك وحب يسجل من الاول فهمتني. بعد بطبيعه الحال ما خاطر هدف لي صفر معناها شو زيرو معناها مش معناها نتيجه بالنسبه لي سلبيه برشا فهمتني. كان يشوف النتائج نتاع النادي الافريقي خارج ميدان ينجم معناتها يحتاط وهذا اللي شافوه هما معناتها. وهما انا نحط نفسي في مكانه وين خرجنا لبرا وانت تعرف خالد معناتها باش ننجحوا وهذا اللي ديما نبع على الملاعبيه اذا تحبوا ننجحوا حتى في الدور نفس النهائي ولا في الادوار التمهيديه يلزمنا نسجلوا هدف ضروري باش نسجلوا هدف خارج ميداننا فهمتي. فهذه العاده ولات عندنا وسجلنا اهداف في تونس فما مقابلات ما سجلناش فيهم هدف. زوز مقابلات في تونس وسجلنا خارج ميدان احتمال لا معناتها ان شاء الله ليه وانا ناكد لك اللي انا متفائل كيفك انت خاطر نعرف انا ديما متفائل. خذينا لقطه لهنا باش نتكلموا على الكسيس ولوموا شويه على 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 المهاجمين تاع النادي الافريقي. خذيت لقطه معناها تلخص معناها المقابله تاع الكسيس المقابله اللي عداه بخلاف الهدف اللي 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 سجلوا هذه الصراعات والدوزيام بال. هذه باش نحكي على الصراعات والدوزيام بال هذه اللقطه الثالثه. هذه كانت عاود ترجع لي شويه مهم برشا على خاطر نرجع للسي فوزي لهنا يلزم نستغلوا كل امكانياتنا ما فماش اللعب الكره نستغلوا طاقات وامكانيات اخرى. شوف لهنا وين ذكاء يوسف خاطر لهنا كان يوسف ما ذكاش لهنا اش عمل؟ اولا المسعدي ما خلاش المدافع نتاع النادي الافريقي نتاع الفاس ياخذ الكره. شو الكره الدوزيام بال تحت الكره الثانيه اللي احنا ديما نتكلموا عليها الدوزيام بال. شوف يوسف المويبي كان اتونتيف يوسف شو دار المسعدي لهنا تكون دونجي. شو الكره الاولى من تماس النادي الافريقي سجل فيه من تماس زاد ترى النادي الافريقي ينجم يكون مشاكل اخرى اللي وقت اللي يبدا فما التناسق والتجانس بين الملاعبيه ينجموا يركوا. شوف معناها كان ينجم يسوي معناها النادي الافريقي يسجل هدف على كره مخالفه سببها رميز معناها يوسف المويبي اللي في اوقات قعد لمع المهاجمين لمع المهاجم لمع الواحد قرب المسعدي وكانت معناها وقاد دوزيام بال هزوا تكونوا بها مشكل وما قصروش معناها وكانت مخالفه كانت معناها فرصه شبه فرصه نتاع تهديف فهمت. فما عندنا الثالثه الرابعه هي نتاع الكسيس لهنا مع الكسيس باش لهنا باش نلخصوا مقابلة الكسيس. شوف الكسيس وينو خذا الكرة لهنا النادي الافريقي ولا يتحكم في الكرة معناها خير من اول المقابلة. شوف الكسيس بدا يخرج بالكرة ويمشي صار معناها توا معناها تحرك بالكرة يمر الكسيس
شو باش نتبعوا توا شوف الموفمون تاع المسعدي، اما بعد شوفوا الكسيس وين باش يولي. وهذا المهم وقت اللي الملاعب يبدا شوفوا المسعدي هذا طلب الكره ديما يعمل فيها. اما المشكله اللي هنا باش نوقف، المشكله اللي هنا اللي في اوقات كيف هذا يلزم يكون سي فوزي معناها السيد العارفين كما يقولوا في وسط الديزيمتر نتاع الفريق المنافس مالوريزمون ما لقاو حد. فما الكس هو هذاك علاش باش نحكي له، هذاك علاش باش نحكي علاش الكسيس هذاك هو رجعت من الاولى الكسيس كيفاش بدا الكسيس وكمل الكره الكسيس وفما معناها انفريوريتي في الزون تاع معناها الفريق الفاسي. دونك ما تنجمش تماركي اذا كان لهنا كارو يوسف المويهبي اللي هو عنده خدمه كبيره كي المسعدي طلب الكره على اليمين، سامحني سي فوزي سيد سيد العارفين تسمع فيه كارو يوسف وقت هو تخلى على الظاهر الدوادي الدوادي معاه دونك تولي فما دونسيتي نتاع لعبيه النادي الافريقي باش نجم تسجل اهداف. دونك معناها توا الكل يتصلح بالوقت واحد. ما حبيت نوري معناها انا خاصه على ركزت على الكسيس على المجهود وخاطر سي فوزي باش نقول لك الكسيس عمل الكره اخرى هكاك ومشى يطلب الكره بلو بوتو معناها عمل من ناحيه عمل نعم. معناها شيء ممتاز الحق مقابل ممتاز. خذينا زاد لقطه اخرى للنادي الافريقي لهنا النادي الافريقي بدا ياخذ في الكره وبدا يخدم الوليد المشرقي لهنا شو حتروحوا في بوزيسيون خاطر فما بربي كان توقف الكره خليك فما ملاعبيه راهو في الكره ما يحبوش ياخذوا حتى انيسياتيف يبداو يخافوا ساعات تلقى كسوة حتى كبيرة تلقاه ما ياخذ في الانيسياتيف باش ياخذ الكره لهنا الوليد المشرقي خذا تحمل مسؤوليته مشى تلب الكره عمل البركسيون دريبل وهذا الشيء يتطلب بارفوا شويه بركه عمل كل شيء به الوليد هذاك. حبيت الوليد الربيع يشوفك الزون الفارغه اللي انا معناها اللي تصورت لنا وكان هو عمل لابيل الوليد الربيع راهو زاد اكثر عطايا بوسيبيليتي. المهم لازم نشجع اولادنا على كور كيف هذوما وقت اللي يعملوا بركسيون ويمشيوا يدريبلوا ساعات نبداو نقولوا لهم نقصوا نحكي في الايجابي ساعات نقولوا لهم ديما اون دو توج دو بالا اذا تلقى عندك الامكانيات باش تدخل بركسيون وتشق معناها الخطوط معناها نتاع المنافس وزي وهذاك اللي قام به الوليد هذا وكان معناها يسجل هدف معناها ثاني للنادي الافريقي وكان ممكن نرتاحوا اكثر لمقابله الاياب. وهذا ما معناه ملخص معناها ابرز الملاحظات الفنيه الخاصه بهذه المقابله. يعطيك الصحه سي فوزي. ممكن انا عندي ملاحظه اخرى نضيفها الملاحظات سي خالد. البارح الافريقي الفريق المنافس لعب قدامه منقوص عدديا، فريقي صحيح ربح انت فرحان بالنتيجه لكن كان ينجم يمشي المغرب مرتاح اكثر. علاش الافريقي ما عرفش كيفاش يستغل النقص العددي؟ هل انه الخبره والتجربه والصغر نتاع الملاعبيه اللي حكينا عليها قبيله هو اللي حسم المساله ام انه الفورمة تاع الذوادي والمويهبي اللي عادة اقل درجة المسعدي اللي عادة هما يصنعوا الفارق في الافريقي البارح الفورمة ما كانتش حاضرة؟ لا هو النقص العددي يعني نتاع لاعب برك ما ياثرش كبير، ما ياخذ تاثير كبير على اي فريق. بقى معناتها مقدمين هدف لصفر، اللاعبين معناتها ما تبيهم يحبوا يحافظوا، لكن بعد تصور معناتها كون الفريق تحسن مردوده اكثر، تحكمنا اكثر في الكره، هددنا، ويبي راهو طلع خرج وتخلى بقوه المسلكي. لكن المشكل الاساسي ما عنديش معناتها لا مهاجم ثاني موجود على البنك. المهاجم الوحيد اللي تخلى ما كل اسف تضرب عمل عمليه جد ايجابيه وكان ينجم يسد المشرقي كان ينجم يسجل هدف ثاني لكن مع كل اسف تضرب وخرج اللي تخلى في بقعته عندي مدافع ماهوش مهاجم واللي قاعدين على البنك كلهم مدافعين ما عندي حتى واحد في وسط الميدان ثاني وما عندي حتى مهاجم ثاني اللي نجم معناتها ينجم يعطي الاضافه في الوقت هذاك. الوحيد اللي كنت معمل عليه بعد بين يتعبوا هما ويدوخوا هما باش يدخل المشرقي يعطي الاضافه والمشرقي عطى نوعا ما الاضافه لكن مع كل اسف تضرب كي تضرب هو دخلت اضطريت باش نلعب ظهير ايسر معناتها يعني لاعب وسط ميدان. هذا المشكل الاساسي كنا نجموا معناتها كان جاي عندنا لاعبين لما عرش زيكال كان مش موجود اسمه السلطاني مش موجود كان نجم يعاونه في اي لحظه فهمت ولا اي لاعب ثاني فهمت كنا نجم نضغط عليهم لان بين الشوطين اكدت على اللاعبين باش يزيدوا يهاجموا باش يسجلوا هدف ثاني لكن مع كل اسف بين الكلام والفعل معناتها فما فرق كبير فهمت كما قال خالد راهو الفريق المنافس ماهوش سهل معناتها صعيب ف
فهمتني، واضطروا هما باش يدافعوا، لان بالنسبه ليا ديما اللاعب اهم شيء بالنسبه ليا في مقابلات كيما هكا ومقابلات هامه، اهم شيء هو الدور الدفاع نتاعو، ينجم يقوم بالدور الهجوم نتاعو، اما الدور الدفاعي لازم لابد اي لاعب لازم لابد يقوم به. شيء ممكن ياسر معناتها تلقى بعض ساعات المويبي ولا الدوادي بعض ساعات فيها وعليها تقول ارجع دافع ما لم يلقاش لوجو باش ينجم يهاجم باش ينجم يسبرنتي، لكن معناتها ديما نقول الطاقه البشريه لا تحصى ولا تعد، واي لاعب اللي يحب ينجم يعطي في اي لحظه في اي وقت، خاصة كما قلت من الاول راهم اللاعبين هذوما ما عملوش تحضيرات بدنيه وكانوا ديما في وسط المباريات. ما عملوش تحضيرات بدنيه معناتها تنقصهم حتى اللياقه البدنيه نتاع عدد لاعبين، ولو بالله باش تعمل مش كيما التحضيرات البدنيه نتاع اول موسم، وهذه ما حاجه من الحاجات اللي ديما النادي بها باش نحسوا المردود نتاع جميع اللاعبين نتاعنا. سي فوزي حكيت بالطبيعه عن الفريق المنافس، قلت الفريق مش ساهل اكيد، وحكيت ايضا عن غياب الحلول بالنسبه للنادي الافريقي بسبب محدوديه الرصيد البشري. تراشي انه ما عندكش خيارات واختيارات اخرى، باش تكون كتاب مفتوح للفريق المنافس حتى في مباراة العودة، نفس الرصيد البشري نفس طريقة اللعب. هو ما عاد فما اسرار في الكره، معناتها المباريات نتاعنا كل واضحه، المباريات نتاع المغرب الفاسي كل واضحه، ما فماش اسرار. وحنا ملي بدينا المباريات التو ديما عندنا نقص عددي، ما عمرنا ما كان عندنا معناتها سبع لاعبين موجودين البنك، عمرنا ما كان عندنا، ديما فما اربعه فما خمسه. الحلول سي فوزي فماش حلول بالموجود، فماش حلول، هذه بالنسبه للحلول العاجله، تتعامل بالموجود، تتصرف في الرصيد الموجود على ذمتك. الحلول الاجلي انه مازال عندك مسابقات اخرى بالطبيعه، اذا كان باش تواصل التجربه مع الافريقيه عندك مسابقه، هي البطوله المحليه مازال عندك الكاس، معناها نحكي لك نهار اخر تلعب برصيد بشري محدود. رصيد بشري انا نحكي معناتها القائمه الافريقيه، راهي الرصيد البشري محدود في القائمه الافريقيه حتى على مستوى الهجوم. سي فوزي نخرج من القائمه الافريقيه، عندنا مهاجمين مازالوا عندنا معناتها الا مش موجودين في القائمه الافريقيه، فما مهاجمين، فما ناس اخرين، فما شبان زاد باش نقحمهم، اما توا الموجود اللي في القائمه الافريقيه، وعلاش تكلمتك على القائمه الافريقيه بكري، انا الوقت الحاضر العدد نتاعنا محدود، اما في الكومبيتيسيون جاي وفي الماتشات الجايين عندنا لاعبين اخرين. نختم بسؤال سي فوزي، باش نختم معاك بسؤال بطبيعه قبل الناس الكل تقول لك فوزي البنزرتي وقت ما يلقاش ظروف طيبه تاع خدمه في ساعه ما يخرج، توفر لي ممهدات النجاح، اي توفر لي صغير على الطاير هكا، توفر لي ممهدات النجاح، رصيد بشري طيب، ظروف عمل مع هيئه بطبيعه تكون ظروف العمل طيبه، نخدم ونواصل معاك لاخر المشوار. نعرفوا مانيش في نخبي، وهذا انه الفريق الافريقي صارت برشا مشاكل حتى على مستوى الهيئه المديره بين الاطراف الواحده المجموعه اللي تخدم في النادي الافريقي، ومشاكل ايضا انت هددت في اكثر من مره بالانسحاب، لكن في اخر المطاف فوزي البنزرتي كمل مع نادي افريقي، وفوزي البنزرتي باش كمل النهائي، باش كمل الماتش الاخير. يبدا واحد مسؤول يقوم بالواجب نتاعه من الاول للاخر، وتصير مشاكل، والمشاكل هذه معناتها من مهام المدرب باش يحل المشاكل اللي تصير على النادي. بطبيعه الحال ما فماش فريق ما تصيرش فيه بعض المشاكل، ما تصير فيه بعض التجاوزات، لكن مدرب اللي لا معناتها باش يحل المشاكل هذوما، وصاروا مشاكل وحليناهم. فهمت قال بطبيعه الحال انا ولا اي مدرب راهي كرامته قبل كل شيء، اذا صارت مشاكل اذا ما تمس في كرامتي ولا في حاجه ممكن ياسر. فهمت خاطر بدينا نقول راهو احنا بدينا الكره بغرام، ما بديناش بروفيسيونيل كما يقولوا برشا ناس، وليت بروفيسيونيل يمكن في الاربع ولا خمس سنين الاخرانيين. ما وقت مهما تكون الظروف إذا الواحد يتمس في شعوره في كرامته، خاصة الكرامة ديما هي الثورة قامت على الكرامة قبل الخبز، فهمتني؟ الشعار الأساسي، الشعار الأساسي تاعي أنا فهمتني هي كرامتي، ما تمسش كرامتي معناتها جسدي توجور ريسبونسابل وتحمل المسؤولية، وتحملت المسؤولية وصارت مشاكل في الأفريقي، وقلت لهم ناس مجري وجيجيري ومشينا حتى وقت اصعب المشاكل اللي صارت في النادي الافريقي، ومشينا لعبنا ديمي فينال وربحنا في جنيرة رغم الظروف الصعبه وصعبه وصعبه صعبه جدا، والمشاكل اللي عملوا هنا وخيانا غادي كان في نيجيريا وفزنا، وفك الفتره اللي انت تتكلم عليها. فهمتني معليش على هبلك. حليناهم المشاكل، حلوهم معناتها، وكل العائله، وانا نقول ما نتكلمش عليهم انا مشاكل، ما نتكلم عليهم، لان نعتبر وقت نبدا في نادي هذيك عائلتي
تتبنى مشاكل الناس. نتبنى مشاكل وما نخرجهمش لبرا وما نقول شنو صار وعمري ما نتكلم وعمري ما نقول لا شنو صار وديما منبه على الناس كله وخاصة اللاعبين باش اسرار الفريق يقعد داخل الفريق الا الحاجات اللي لازمها تخرج للعياد تخرج، اما اسرار الفريق لازمها تقعد. وهذا المفروض في النوادي كل يلزم معناتها النادي يلزم يصير عائلة متحدة كيما العائله تغسل صابونك في دارك ما تغسلوش في الشارع ما تغسلوش ما توريش معناتها حاجتك الاشياء. نعم عواز الحكم تاع المباراه عاون الافريقي عاون المغرب الفاسي كان عادل العاون هذا لذاك لا دور الحكم ساعة قبل كل شيء يلزم يكون عادل والشيء اللي وصل الترجي وصل النادي الافريقي هو عدل نوعا ما العدل اللي قاعد موجود تو لانه ديما بصفه عامه حكام شمال افريقيا نزاهه خير برشا من وسي فوزي يمكن يشطر يعني لو تشوف لو تشوف التغيير على مستوى الكاف ولو يمكن سي فوزي البنزرتي يقول لك علاش جابوا لي جمال الحمودي لانه جمال الحمودي لو كان هو في المغرب تكون خير صحيح تحكيميا يعني كنا نفهم الواحد جمال الحمودي حكم نزيه وعادل يعني حكم جزائري معروف دولي عنده خبره يعرف البطوله التونسيه جيدا يعرف زاد الفريق الوطني كان حكم للنادي الافريقي حكم للترجي الرياضي حكم لكل فرق تونسيه حتى في البطوله يعني يعرف جو الكره التونسيه. اليوم مخذينا له يعني احنا خذينا له ما خذينالوش اللقطات الكل ماناش يعني باش نشوفوا لان اللقطات تعاودت الاكثر المهم باش نمشيوا للقطه الاولى واللي كانت في الدقيقه التاسعه هنا توغل من لاعب المغرب الفاسي كان تمويه ما فيش مخالفه الكسيس عمل كوفرتير دوبال صحيحه الحكم يعلن على مخالفه اللي ما كانتش موجوده علاش حطيناها هذه لأن المخالفات هذه الاكثريه تكون باهداف. نشوفوا اللقطه الثانيه هنا تتعاود هي نفسها الحكم في المره هذه ما يعلنش على مخالفه لانه كان نوعا ما بعيد على اللقطه وكانت تكون يعني مخالفة خطيرة للنادي الإفريقي. نمروا للقطة الثالثة ونشوفوا هنا يوسف المويبي هذه قوة الملاعبية في الفرق نتاعها بتمويه يخرج لك ملاعب. نشوفوا هنا يوسف المويبي يعمل كونترول تهرب عليه الكرة ما عادش يجيبها يسيبها لأن هذه شفناها احنا برشا مرات يوسف المويبي يقوم بتمويه لو نزيدوا نقربوها ما ثماش المسك لاني انا شفتها برشا مرات يقوم بتمويه وهذه الممرنين مش يخدموا عليها ما وقت اللي الممرن ما يلقاش لي سوليسيون ثم لاعب يخرجك وتو نشوفوا حتى جاتنا توا برشا لقطات نشوفوهم في البطوله نتاعنا يعني لقطه اللي خرج بها اللاعب رقم سته مع العلم انه كان يخرج قبل اللقطه هذه لانه جاته جه الانظار اللي كان مستحق وكان يخرج قبل. نمروا للقطه الرابعه في الدقيقة 88 نشوفوا أليكسيس يمرر اللاعب هنا تو نزيدوا نعاودوا نشوفوها بالبطيء أمام أنظار الحكم كان مستحوذ على الكرة يقوم بالتمويه تمويه ماهوش في محله أنا ما نشاطروش لأنه كان أمام أنظار الحكم وكانت اللقطة عادية جدا كان ينجم يلعب الكرة يرتمي قريب للحكم اللي ينظروا ويعطي مخالفة غير مباشرة وهنا كان قراره صحيح. هذا اللي عنا هذا اللي عنا ما يعني كانوا عدة لقطات مش قرارات اللي اثرت على النتيجه في نهايه الامر مشيت الامور على احسن ما يرام بالنسبه لحمودي. نعم هما اللقطات اللي الممرنين يعرفوا اللقطات اللي تاثر هي اللي تكون في وسط 16 متر و50 وقريبه من واحد لكن الحكم كان ثم لوتوريزي لو جو يعني دونجورو اللعب الخطير كان النجم يخرج منه ومنه لكن ماك تعرف جو نهائي يلزم الحكم تكون عنده الخبره الكافيه مش يدير نهائي اذا كان مش طبق الكتاب ما تنجمش تكون حكم. سي فوز حبيت نشوف لقطه نتاع المسعدي في الاخر نجم نعاود لكن امكن توفيق لقطه المسعدي في 88 دقيقه في الدقيقه 88 خاطر سي فوزي يحب يعلق عليها يحب يثبت فيها يحب يثبت فيها تدلل سي فوزي على شرط توعدنا في كي تجيب الكوب من المغرب تجيب هنا وتجي تشتغل زاد قاعدين نعملوا في موعد على المباشر تو قدام الناس ملايين تشهد عليك سي فوزي اوعدوا
تعدد شنو؟ قلت له انا ما نعدش. لا توعدني بسوره الانتصار. لا فما رئيس الكاز وتجي. ما تحداش انا رئيس نادي، علاش نقول لك نحترم؟ راني جيت فيها نوم ديسيبليني راه سي فافري. نرجع لسي عايز. لا ما نعملوش راه ليزون تورنير ما نعملوش ما نقولوش اللاعبين نتاعنا راه استعملوا ساعات حيه. لا قلت شيء هذا قلت ما نقولوش. هاي لقطه سي فوزي تاع المسألة. لا هذه شيك رجاعي. شيك رجاعي هذه فيها ضرب الجزاء. هذه هي سي فوزي. فهمنا من سي فوزي ان شاء الله المره الجايه تجينا وتجيب لنا الكيس ان شاء الله وان شاء الله موفق وان شاء الله نفرحوا الجماهير هذا والمطلوب. الجماهير الرياضيه الكل كان تاع تونس وحاجه ايجابيه بالنسبه لتونس خاصه بعد الثوره. عندنا برشا فتره طويله الا ما شفناش زوج فرق معناتها ترشحوا واحد الشامبيونز ليغ والثانيه توصل دور النهائي وقريب توصل معناتها باش تهز الكوب. اللي سامحني باش نقص عليك تذكر سي فوزي اللي راهو كلها اطارات تونس تخت. الحمد لله. اي ما خاطر كل سامي سامي ترابلسي في المنتخب صحيح نبيل معلول في الترجي فوزي بنزرتي في الفريق يعني صافي بليزير. كان جاو برايني عملوا لنا هذا هما اللي عملوا الانجاز يولي انجاز تاريخي وعظيم الحمد لله معنا احنا نحن نردوا تاريخ وردوا عظيم سي خالد يعطيك الصحه سي فوزي مشكور جدا بالتوفيق اكيد للنادي الافريقي ان شاء الله نفرحوا بالطبيعه.